السلام عليكم شباب، ان شاء الله اخوكم على بعضهم قدر اقول لكم حلقه جديده في استقيه رهيبه من لعبه الشيطان المعاقب والسلسله الكامله ان شاء الله. طبعا هاي اللعبه شباب كلش حلوه، بس ما اعرف الدعم عليها صار كلش قليل وضعيف ومثل قبل، مع العلم انه هاي الحلقه جدا حلوه ورهيبه، وهي تتكلم عن الهارب من العداله. اللعبه بعنوان الشيطان المعاقب ذا باك فاير اوف هيل، يعني النار المتفجرة أو النار المتفجرة في الجحيم. خلنا نقول بلاي جيم، خلنا نشوف شو راح يصير. يعني أنا عرفت أهرب من الجحيم بعد أول ما شغلت طلعت لي هيجي وقفت، قلت خلاص عبد عرفت رتب ليس مرتب. خلنا نشوف اللعبة شنو. طبعا اللعبة شباب مثل ما قلت لكم إنه أكو واحد مجرم لازم نقتله بطريقة ما تبين إنه مقصودة، بس تبين إنه كأنه ما حادث سيارة. مو حادث سيارة، يعني حادث سيارة قبل كانت حادث يوتيوب، يعني شلون اقول لك، مات بحادث كهرباء قبلها، مات وقع عليه على اساس الباني تذكرون ناجي. فكل واحد من عندهم هو مجرم مقاتل، فلازم اول شيء نكتشف عليه في الدليل يثبت انه هو القاتل. الشيء الثاني نلقى عليه ايضا، خليني اقول لكم يعني نسوي بها هذا يرتب له موته مرتبه بحيث شنو يعني ينتهي. طبعا هاي الاجزاء، هذا الجزء الاول، هذا يمكن الجزء الثاني وعشرين. المهم خلينا نشوف ايش راح يصير، ايش نقدر ناخذ. اوكي اول شيء نلم الغراض، هاي تول يعني منف بنشفه، هاي اوكي كيبل. اوكي يقول لك ماكو طاقه كهربائيه في الراديو، افتهمنا نطلع مغلق. Now that's an evil time. يقول هذا واحد هارب من الجحيم وده يهرب بالطريق، وهرب من الجحيم ويعني في الطريق، فهذا وقت الشر والسوالف. اوكي اوه نفتح تشكبه هاي. اوكي هاي شاحنة كبيرة، نايس. اوه دار نفيس، حلو. هاي شنو؟ هو شواية ما جيجاير. هلا شلونك حبيبي؟ هذا مفتاح، صناديق فارغة اسخام. اوه هاي نفس الكيبل الاسود. اه افتهمت. لا هسه زلاطة. انا ما دفتيه من الحدر، شلون يريد يقتله. هذا المفتاح، هذا لقيته. طن طن اي نيد سمثينج تو اوبن ذس اب وي، يقول انا احتاج في شيء حتى افتح بهذا. اي نيد سمثينج تو اوبن ذس اب وي، يجوز قصده در نفيس. اوه وزولي انا هذا بعد ما نحتاجه يعني، بس اعتقد نخلينا لسبب. اوكي بطارية، نقدر نربط على البطارية. من هذا قال ماكو طاقة هنا. اقول لك ليش ما نلعب بالجير، نلعب نجرب الجيرج ونخليه يقبل ويموت. يا بازوني انت تريد توصل الكهرباء هنا مثلا؟ والله عربت. شوفوا وصلها اشتغل. اوكي اي هذا، هاي الشواية. اوه احترقت الشواية. تحذير، الطاقة الشرطة بلغت عن شخص ابيض قتل عائلة، اخبر شافه يلبس تيشيرت ابيض وجينز. موت. صاحة الفان يقول رجل ابيض اقرع ولابس شورت دا اشوف الشي شر، مو ابيض عفوا، بس قال لابس تيشيرت شي مشقوق يعني. هذا هو تبي عيونك مبين، هذا قاتل عائله، تصبر لي. لحظة، لا تقل لي لا بشرفك. ها هاي اي صدق، هي مو بيها بنزين.
إلى اللقاء حبيبي الوردة أبو قلب التمردة. شلوني؟ وطقت السيارة. وبعد سوى في بجهنم سوى سيارة. لقى الشيطان فلك أسود. أخي شباب وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم، إن شاء الله رب عجبتكم. كان معكم على ما أطول قدر أقراك. مع السلامة. باي. طبعا لا تنسى مراجعة آخر 4 مقاطع.